أخبار اليوم. السؤال الثاني وده طبعا بيقول أجب عن ثلاث أسئلة فقط مما يأتي اللي هو الثاني والثالث والرابع والخامس. احنا هنجاوب ثلاثة من الأربعة بس، لو جاوبنا الأربعة أقل درجة بتتلغي. بيقول سيارة كتلتها 2 طن تصعد منحدرا يميل على الأفقي بزاوية جيب قياسها 1:20 ضد مقاومات 40 ثقل كيلو جرام لكل طن من الكتلة، فقطعت مسافة 4.9 متر من السكون في 10 ثواني. اوجد هنا بدأ يطلب بقى، بيقول اوجد قوة محركها. طب اشوف ايه المعطيات اللي عندي في المسألة. المعطيات بيقول السيارة كتلتها 2 طن والمستوى يميل على الأفقي ضد مقاومات 40 ثقل كيلو جرام لكل طن. ناخد بالنا من الوحدات، انا شغال بالنيوتن ولا شغال بالثقل كيلو جرام. طب الحاجات اللي هي بتاعت الحركة، المسافة 4.9 متر من السكون، يبقى معنى كده ان عين صفر بصفر في 10 ثواني، يبقى معايا 3 حاجات من المعطيات اعرف اخلص الاثنين الباقيين، اللي هو لو كان عايز هو دلوقتي المسافة والزمن والسرعة الابتدائية، يبقى لو عايز السرعة النهائية هجيبها، ولو عايز العجلة هجيبها. يبقى دلوقتي هنا المسافة 4.9 متر ده ف طيب من السكون، يبقى عين صفر بصفر في 10 ثواني، يبقى النون بتساوي 10 ثانية. انت معاك 3 حاجات، يبقى ان شاء الله لازم تخلص المسألة. خلاص سهلة، تعتبر دي الجزء المباشر في الامتحان، سهلة جدا يعني. فهنا هجيب سرعة الجسم او العجلة من القانون هنا ف وعين صفر ونون، اعرف اجيب منه العجلة. هقول له القانون بتاع ف بيساوي عين صفر نون زائد نص جيم نون تربيع، كلهم معايا الا ايه؟ الا الجيم. طب الفه ب 4.9 عين صفر هو قال بصفر من السكون، يبقى صفر زائد نص جيم مش معانا، النون قال في 10 ثواني وهنا بيقول نون تربيع يبقى في 100. يبقى لما هقسم على الاثنين فيها ال 50، يبقى معنى كده ان جيم بتساوي 4.9 على 50 اللي هي بتطلع 98 من 1000. خلي بالك ان احنا شغالين بالكيلو جرام والمتر على الثانيه تربيع، يبقى دي ما ينفعش اكتب سنتي اكتب متر على الثانيه تربيع، لان الوحدات ممكن تبوظ الاجابه خالص لو ما ركزتش فيها. يبقى انا كده عندي العجله عرفت اجيبها. طب هو مش طالب العجله، احنا جبنا العجله، بيقول اوجد قوه محركها، يبقى ارجع لقوانين نيوتن، دي تبع القانون الثاني لنيوتن، يبقى لازم الرسم عشان نعرف نعمل معادله الحركه بتاعتنا. ادي السياره كده كتلتها 2 طن وهي بيقول تصعد يعني طالعه فوق، ايه اللي بيخليها تصعد السياره؟ قوه المحرك، انت دايس بنزين يبقى قاف، وايه اللي بيضايقها اثناء الحركه؟ اللي هو الوزن بتاعها اللي هو كاف دال جاه زائد الميم. والامتحان محلول معاكم، موجود في ايديكم دلوقتي. يبقى هنعوض عن القاف خلاص، خليكم فاكرين العجله جبناها ب 98 من 1000 متر على الثانيه تربيع، معادلة الحركة هنا لازم تكتب هنا كاف جيم، وبعدين فكر خلاص كاف جيم اللي هي بداية الحركة، هيتحرك دلوقتي الجسم، ايه اللي بيخليه يتحرك؟ قلنا القاف طلع لفوق، وايه اللي بيضايقه؟ المقاومة بتاعته اللي هي كاف دال جاهي ناقص كمان المقاومة. هو طالب بيقول اوجد قوة محركها بثقل الكيلو جرام، يبقى الاصول يبقى كل حاجة معايا الا القوة دي. طب الكاف فين؟ 2 طن ما ينفعش اكتب هنا 2، يبقى هكتب 2000، لان قوانين نيوتن لو اشتغلنا بالكيلو جرام يبقى معاها متر على الثانية تربيع، يبقى معاها نيوتن عشان تطلع المسألة صح، ما تجيش تبوظ بسبب ان انت ما خدتش بالك من تغيير الوحدات. يبقى ادي 2000 اللي هي 2 طن. بعدين بيقول في جيم، جيم طلعناها خلاص وعرفناها 98 من 1000. طب بيساوي قاف بقى اللي عايزها، هي بس اللي مش موجودة، الكاف قلنا 2000، خلاص يبقى دي 2000.
في دال، الدال هي عجلة الجاذبية الأرضية، بتبقى مكتوبة في ورقة الأسئلة ومعروفة وحافظينها، اللي هي 9.8. وجاهه، يا ترى معانا ولا مش معانا؟ يميل على الأفق بزاوية ج بقياسها اللي هو ج 1/20، يبقى اكتب هنا في 1/20. طب ناقص ميم، الميم مدهلنا 40 ثقل كيلو جرام، يبقى هنا خد بالك من حاجة، لو كتبت 40 يبقى الإجابة ناقصة، يبقى هنا ناقص 40. طب هو قال 40 ثقل كيلو جرام، يبقى الثقل كيلو جرام بيتحول لنيوتن ازاي؟ بنضرب في 9.8. خليك حذر بقى عشان ممكن نغلط تاني في حاجة، بيقول لكل طن من الكتلة، يعني لو كتبنا المقاومة كده يبقى لسه الإجابة ناقصة، يبقى لكل طن، هم كام طن العربية؟ السيارة كام؟ 2 طن، يبقى هضرب في 2. كل دول أروح مطلع المقاومة، أروح مطلع القوة، هتطلع القوة هتطلع ب 200 ثقل كيلو جرام، نكتب هنا 200 ثقل كيلو جرام، يبقى خدنا الدرجة النهائية بتاعت الفقرة أ من السؤال الثاني. هنشوف دلوقتي به في السؤال الثاني. به بيقول تتحرك سيارة كتلتها 3.42 طن، الطن هنحوله لكيلو جرام زي ما قلنا عشان الوحدات، هيبقى 3.42 في 1000 هتطلع 3420. قدرة محركها 24 حصان، هو القدرة بتساوي ايه في ايه؟ قلنا القدرة بتساوي قاف في عين. لازم ابقى فاهم الوحدات بتاعت المساله شكلها ايه. القاف تبقى بالنيوتن والعين تبقى بالمتر على الثانيه، يبقى هنا بيقول قدره محركها 24 حصان، يبقى الاجابه هنا مش هتنفع، لازم احول الحصان للنيوتن متر على الثانيه، يبقى القدره اللي هي بتساوي 24، يبقى لا 24 في 75 في 9.8، يبقى كده اتحولت للوحدات اللي احنا هنشتغل بيها. اتحركت على طريق مستقيم افقي باقصى سرعه، الجسم اتحرك باقصى سرعه، يبقى معنى كده ان العجله بقت بصفر ثابته السرعه، يبقى هنا قاف وهنا ميم، يبقى عند اقصى سرعه القانون بتاعنا كاف جيم بيساوي قاف ناقص ميم. طب ده بيتحرك باقصى سرعه يبقى مفيش عجله، يبقى خلاص دي صفر، يبقى عند اقصى سرعه عرفت ان القاف بتساوي ميم. دي المعطيات لسه بتاعت المساله. بأقصى سرعة مقدارها 72 كيلومتر على الساعة، ازاي كيلومتر على الساعة وانت عايز تحل في القانون اللي هو قاف في عين والعين بالمتر على الثانية؟ يبقى احول كيلومتر على الساعة اللي هي ال 72 تتحول لمتر على الثانية ازاي؟ ب5/18، يبقى انا عرفت السرعة دلوقتي بقت بتساوي 20 متر على الثانية. يعني ما ينفعش اعوض بال 72، يبقى دي السرعة. اوجد بثقل الكيلو جرام مقاومة الطريق لحركة السيارة، احنا قلنا هنا ان القاف هي الميم، يبقى لو عرفت اجيب القاف هعرف اقول له المقاومة بتساوي ايه. طب القاف اجيبها من القانون اللي هنا، القدرة بتساوي قاف في عين، القدرة قلنا ما تتكتبش 24 بس، تبقى 24 في 75 في 9.8، والعين لسه جايبينها ب 20، يبقى هجيب له القوة اللي هي بتساوي القدرة على السرعة. القدرة قلنا 24 في 75 في 9.8 على كام؟ السرعة طلعناها ب 20، هقسم هنا على 20، تطلع القوة بالمنظر ده تطلع بالنيوتن، عشان احولها لثقل كيلو جرام يبقى اطير ال 9.8 اقسم عليها واطلع، يبقى القاف هتساوي
90 ثقل كيلو جرام، يبقى كده القاف عرفناها ب 90 ثقل كيلو جرام. طب هو ما كانش عايز القاف، بيقول اوجد مقاومه الطريق، يبقى هقول له اذا الميم بتساوي 90 ثقل كيلو جرام. ده كده مقاومه الطريق الافقي. راح بعد كده غير الكلام، بيقول واذا صعدت السياره، يبقى الكلام هيتغير ومعادله الحركه هتتغير. خلي بالكم معايا، خلاص كده احنا عرفنا المقاومه بتساوي 90 ثقل كيلو جرام. هو بيقول في اخر الكلام علما بان المقاومه واحده على الطريقين، يبقى معنى كده ان المقاومه على الطريق المائل برضه بتساوي 90 ثقل كيلو جرام. طب السياره لما اتحركت على الطريق المائل معادله الحركه بتاعتها هيبقى شكلها ايه؟ انتوا مش شفتوا المساله اللي قبليها بالظبط نفس الرسمه كده؟ بس خلي بالك، صاعدة ولا هابطة؟ وإذا صعدت يبقى تعمل اتجاه الحركة. صعدت السيارة عشان تصعد بأقصى سرعة يبقى القوة اتغيرت. طب المقاومة قلنا هي هي، يبقى كاف دال جاهي زائد ميم، خلاص يبقى كاف جيم بتساوي قاف ناقص كاف دال، قاف شرطة هتبقى عشان اتغيرت، كاف دال جاهي ناقص ميم. خلاص احنا قلنا طالما بأقصى سرعة يبقى مفيش عجلة، العجلة بصفر، يبقى هودي دول بالموجب، يبقى عرفت قاف شرطة بتساوي الكاف دال جاهي زائد ميم، لأن هما الاثنين هيروحوا بإشارة مختلفة هناك. إيه اللي طالبه؟ بيقول أوجد أقصى سرعة، يبقى عشان أجيب أقصى سرعة هجيب قوة الطريق المائل. السيارة كان قوتها إيه؟ كاف اللي هي بكام كانت؟ 3.42 من 100، دي كده طن، ما ينفعش، يبقى تتحول لكيلو جرام هضرب في 1000. دال اللي هي في 9.8 في جاهي مدهوني بكام؟ 1/10، يبقى دي كاف دال جاهي زائد المقاومة احنا جبناها قبل كده، جبناها ب 90، بس 90 ثقل كيلو جرام مش هينفع اكمل ب 90 ثقل كيلو جرام، احولها للنيوتن اني هضرب في 9.8. يبقى كده القاف هعرف اطلعها بتساوي بالنيوتن. بعد ما طلعت القاف 432 في 9.8 نيوتن، كده القاف. بيقول اوجد اقصى سرعه لها علما بان المقاومه واحده على الطريقين، يبقى بعد كده اشتغل بقانون القدره اللي احنا عارفينه. احنا قلنا القدرة بتساوي قاف في عين. طب دلوقتي القاف اتغيرت والسرعة عايزها، يعني غير السرعة اللي قبل كده اللي كانت ب 72 كيلو متر على الساعة، يبقى القدرة دلوقتي بتساوي قاف شرطة في عين شرطة. طب القدرة معانا هي هي القدرة اللي هي 24 حصان، والقدرة خلي بالكم ما بتتغيرش في حالة أقصى سرعة، انما لو غير الكلام يبقى خلاص المساله بقت مختلفه. يبقى هنا القدره 24 حصان معايا، والقاف شرطه معايا اللي هي جبناها 432 في 9.8، يبقى هجيب له السرعه اللي هي عين شرطه بتساوي القدره اللي هي 24 في 9.8 في 75. طب على ايه؟ على قاف شرطه اللي احنا جبناها اللي هي كانت ب 432 ثقل كيلو جرام، هحولها للنيوتن هضرب في 9.8. في الحالة دي السرعة بتطلع بالمتر ولا بالكيلو متر على الساعة؟ هو هنا بيقول السرعة كان مدهاني 72، يبقى هنا بتطلع بالمتر لوحديها، لأن القانون بتاعنا اللي هو القدرة بيساوي قاف شرطة في عين شرطة، القدرة بتبقى نيوتن متر على الثانية، يبقى السرعة تطلع بالمتر.
زي ما حولنا ال 72 من كيلو متر على الساعه لمتر على الثانيه، احول المتر كنا ضربنا في 5 على 18، احول اللي هيطلع ده بعد ما تطلع الاجابه دي هضربها في 18 على 5 تطلع الاجابه كيلو متر على الساعه. يبقى هو عايز اقصى سرعه صاعده اللي هي بتطلع 15 كيلو متر على الساعه. وخلي بالكم مسائل القدره بتبقى معروفه لان القانون بتاع القدره سهل والناس عارفاه، يعني قاف شرطه في عين شرطه او قاف في عين، يا اما ممكن يجيب واحده اللي هي القدره بتساوي معدل بذل الشغل بالنسبه للزمن، ممكن تيجي في اكمل او كده. كده يبقى احنا خلصنا السؤال الثاني.